الثامنة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاقات الصداقة المصرية البلجيكية المتينة والممتدة، معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع الملك لوي فيليب ملك بلجيكا، وذلك بمقر القصر الملكي ببروكسل. وصرح متحدث الرئاسة بأن الملك فيليب رحب بالرئيس السيسي في زيارته الأولى لبلجيكا، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات. كما أشاد الملك فيليب بدور مصر المحورية على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي. كما التقى الرئيس السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وصرح متحدث الرئاسة بأن ميشيل رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسي إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي، مثمنا العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي مع مصر. من جانبه أكد الرئيس السيسي المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية. وتطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية المهمة في المحافل الدولية، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين مع استمرار العمل على دعم مسار التسوية السياسية للأزمة. كما حرص ميشيل خلال اللقاء على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وفقا لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرا في القطاعات التنموية المختلفة إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات البلجيكية القائمة في مختلف القطاعات. وخلال لقائه مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في بلجيكا، أشار الرئيس السيسي إلى أن علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك. من جانبهم أعرب رجال الأعمال البلجيكيون عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 2765 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 393254 حالة. وفي بيانها اليومي أوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 2101 حالة إصابة جديدة و54 حالة وفاة. قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مودرنا ستيفان بانسال أنه قد يكون هناك لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون جاهزا بحلول أغسطس المقبل، لافتا إلى أن الشركة لا تزال تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان هذا اللقاح سيوفر حماية أفضل مقارنة بتلقي جرعة جديدة من اللقاح الحالي. كما أكد بانسال أن مودرنا في أفضل التصورات سيكون جاهزا لديها بحلول أغسطس من العام القادم ما يسمى باللقاح الشامل، الذي يحمي في وقت واحد من كوفيد-19 والإنفلونزا وأمراض أخرى تؤثر على الجهاز التنفسي. لقي 94 شخصا على الأقل حتفهم في البرازيل جراء هطول أمطار غزيرة على مدينة بتروبوليس التاريخية الواقعة في منطقة جبلية بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية بشكل تسببت في انهيارات طينية دمرت المنازل وسيول غمرت الشوارع وجرفت السيارات والحافلات. وأوضحت السلطات البرازيلية أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تعرض ما يقرب من 80 منزلا للانهيارات الأرضية. وقال حاكم ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو إن الوضع يشبه ساحة حرب، معلنا الحداد 3 أيام. كما تم نقل النازحين إلى المدارس وأماكن إيواء أخرى، في حين اضطر أكثر من 300 شخص من السكان لمغادرة منازلهم. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.